الاستجمام والمتعة والترفيه، هكذا هي الأجواء بجوهرة سوس أكادير. على اختلاف أعمارهم جاءوا للظفر بأوقات ممتعة، إقبال منقطع النظير يشهده الكورنيش. الأجواء زينة تبارك الله، وبارد الحال، وكل شيء زين، كل شيء متوفر. اللي بغيتي كاين الحمد لله، ها البحر، ها القهاوي، ها اللي بغيتي كاين، الأمن كاين. تخوف كسي بيان أكادير. أعجبتني جدا أكادير، الجو معتدل. أجواء اللي كاينين في أكادير أجواء زوينة، الصيف تقدر تدوز فيه صيف واعر، أجواء باردة والناس كثار تبارك الله، كاين ما تدير، عطى الله ما تدير، كاينين النواحي تاع أكادير فين تبحر. أجواء ديال أكادير واعرة، وحنا كل عام كنجيو الصيف هنا كيدوز واعر، أكادير البحورات ديالها كلشي زوين. جوها المعتدل ليلا حول الكورنيش الى محج تقصده الساكنه والزوار للاستمتاع بنسمات الهواء المنعشه. جايين من مراكش لأكادير، الاجواء رائعه تبارك الله، الحراره معتدله والناس كثار تبارك الله، وهذاك الشيء اللي كنقلبوا عليه لقينا عندنا. سي لا ترويزيام فوا كون فيان او ماروك. إنها ثالث زيارة لي للمغرب. أكادير مدينة جميلة، جئنا في الصيف الماضي ورجعنا هذا الصيف أيضا. أصول جزائرية، جيت ندوز الفاكونس ديالي هنا في أكادير. صراحة الأجواء هنا في أكادير جميلة جدا، والمغاربة مضيافين بزاف، لقينا بلي بحال الشعب ديالنا، يعني الثقافة متقاربة بزاف. وكنبغيو نشكروا الشعب المغربي على الترحيب ديالو في البلاد ديالهم. هو متنفس إذن لكل الفئات العمرية، وفضاء أيضا للهروب من قيد الصيف.